الأستاذ إسماعيل بيقول: هل وصية الميت في المنام واجبة التنفيذ؟ هو جاله متوفى عزيز عليه وقال له كلم شخص بعينه، الشخص ده اتكلم عنه كلام وحش جدا قبل كده، وبعدين بيقول إنه الشخص ده بالفعل عامل عملية، فأنا لو ما نفذتش الوصية دي يبقى إيه؟ المنامات أخي الفاضل الأستاذ إسماعيل مبشرات بنستأنس بيها لا إلزام فيها، الأمر بيخضع للمصالح والمفاسد والمآلات زي ما دايما احنا بنقول، والمنامات ليست واجبة التنفيذ. ده عن الشق ده. في نقطة تانية مهمة اللي اتكلم على حضرتك كلام يعني مش كويس، ده في هناك من هو خير منا كان في كلام عنه، ستنا عائشة في حديث الإفك، وسيدنا أبو بكر والد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كان ليه قريب بيديله عطايا، فلما عرف أنه تكلم على الستين عائشة ضمن من تكلموا في حديث الإفك وكان كلام بشع، وعلى مين؟ زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أمنا من أمهات المؤمنين، فمنع العطاء اللي كان بيديه لقريبه ده، فلما منع العطاء نزل العتاب القرآن: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني ما حدش يمنع انه يعطي في سبيل الله، يعطي الفقراء ويعطي المحتاجين ويعطي من يريد هذا العطاء، لانك انت بتعمل الحاجه دي وانت تريد من الله العفو والمسامحه وتحب ان يعفو الله سبحانه وتعالى عنك، فبالتالي نزل العتاب لسيدنا ابي بكر في ذلك. فانا ما اتمنى تستانس، هو غير ملزم على حضرتك، تستانس بهذه الرؤية انك تسأل على فلان قدم الخير، والانسان ما ياخدش نية بالقطيعة، بتحجم العلاقات ما فيش مشكلة عشان لا يأتيك أذى، لكن نصل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم